وقايل للرئيس ولا نبقي ننصحه في الملأ به اللي النصيحة في الملأ خيانة يا غيره. هم اللي فوات الأوان إجبارو مات لياسر ومات لياسر مع المعارضين والتالين يجبروه اللي هدأ مني أنا وجرب وامتن وطنية. يقولوا أنتم الموريتان أني أنا ماني وطني غير مسعود وطني، محمد داده وطني، محمد المولود وطني، الوطنيين الثلاثة اللي عاقبهم يجبروا الرئيس ما هم ممكن، ما هم ممكن ما بيهم عنهم علنوا منافسة سابقة لأوانها في الرئاسة. كيف اللي يشتقوا به أبواق النظام الفاشلة الكاسدة ضد ديانة ياك قلبوا بيه علي النظام. أنا مشوف علي حملة سابقة لأوانها. أيوه مسعود مشوف علي اللي دعم محمد رشاد القزواني في الحملة وش فاقعه هو اللي ما يدور الرئاسة وش مأدي تمانوكت وش مأدي قل التمان وش مأدي قل التمانوكت وش مأدي قل التمانوكت حمل دادة اللي كل حد يرى عنه من المتوكلين على الله والرئاسة من أنت يستفز بها ذيك الساعة تقول له جماعة العبد العزيز قبلنا نفتحوا المأمورية تعود ثلاثة ولا أربعة إياك نفتحوا لك سن الرئاسة. قالهم ماني قابلها وتوكلت على الله أعرف عنه من التوكل. شمأدي قل التمان وقت شمأدي قل التمان وقت محمد المولود اللي راضين مع النظام وراضين مع الأنظمة كامل والناس كانوا متوافقة أنه راضين قد عود مو راضين لا مع بيرامي غير بيرامي ما راضين مع أحد هو وإيراي غير الحي لهم باقي وكل ما هم راضين معنا الحي لهم باقي الأيام بيننا ضرك الطيف المعارض كامل اللي وطني ذا المو وطني كيف نحن ذو ما نشاهدين أخباره شو سامو متموكين يا الله محمد للشاه القزواني رد يدو القرن ويا الله يستوحى ذا اللي خلق ويستوحى ذا التالي خلق تركة بالون اللي أباو يسلموا على الرئيس اهل بالون اللي عادوا يقولوا زيرو وعادوا يقولوا قزوار وعادوا يقولوا حكومة فاشلة ونظام فاشل والحكومة كامل برباطها قاعدة في استاد معاهم في الملعب. يا الله يا الله الرئيس يثمن العدل الموريتانيين كامل من التهدئة والتقبل والقبول والتأني للنظام ولا يقبل يزدراهم ولا يقبل تدفعوا الزمرة اللي من حوله والبطانة عنه يزدر الموريتانيين.